المبيد الحشري الفوسفيت تتعدد أسماؤه، فيسمى بالقاتل الصامت ويسميه آخرون بالغاز المميت. حبوبه رصاصية حال الجفاف، تتفاعل حال الرطوبة فتبعث حممها المتصاعدة. المعدل منه له رائحة كرائحة الثوم أو السمك المتعفن. ولصعوبة السيطرة على القوارض والحشرات من قبل المزارعين، يلجأ بعضهم للفوسفيت دون علم بخطورته للقضاء عليها. يهاجم الجهاز التنفسي فيسبب ضيق التنفس، ويسبب أيضا الإعياء والغثيان والصداع والإسهال. وتكفي الإشارة إلى أن كل قرص منه قادر على قتل طفل واحد. وعند النظر إلى جثث ضحاياه فإنه يكون من الصعب التكهن بالمتسبب، لذا يسمى بالقاتل الصامت. له المقدرة على الانتشار السريع، فهو ينفذ من خلال فتحات التهوية والمجاري، ويستمر تأثيره بعد وضعه في الرطوبة من يومين إلى 3 أيام. وفي حال الاشتباه في وجوده فيجب ترك المكان فوراً.